لعبت في هذا الفريق. ما ضغطوش عليهم البيبليك تاعهم باسكو عندهم ايكيب جان. نعم. باسكو جون جياس دوكا هذيك في الكلاسمون هذا هم دوزيام. كيما تشوف ليفيكتيف تاع شباب القبائل ليفيكتيف تاع موليا ماشي كيف كيف. موليا بالك اللاعبين اليوم في موليا كاع كانوا احسن لاعبين في الكليب تاعهم قبل ما يجوا مولودي. شباب القبائل قطاع ايكيب ناسيونال. البيبليك اقتنع بلي عندهم ايكيب جان لازم يصبروا عليهم لازم ما يضغطوش عليهم لازم كذا. بصح لو كان تقلب شباب القبائل لاعبين جيبهم مولوديا. ولاعبين تاع مولوديا جاسكا يكون ضغط كيف كيف بالك في مولوديا شويه بليس مي حنا واش تحب دوكا تي كان انا نلعبوا في النادي هذا نادي كبير ولازم نتحملوا الضغط هذا ما كاين ضغط شي البيغ انا وين كاين فايس صرا لك هديه يعني مو ماشي ايه ماشي غير ليا باسكو اللاعبين كاع ما يعانيو منها حنا واش لازم اليد في اليد ان شاء الله باش مصوفي وعامنا ان شاء الله على الاقل لاقب واحد ان شاء الله. نسيم يطو واش صرا المهدي اللي صاحبك الناس كاع ضامنت معاه في هذه في تلك الصوره اللي ما تشرفش اشباه انصار مولوديه الجزائر اللاعب تاعهم يصرا له هذا الشيء. يعني اون شوز يسير نبدا لك شباب القبائل شباب القبائل اللي تعمر لي ستاد ماشي من ديبي سيزون هذه من العام اللي فات من لافان سيزون تاع العام اللي فات فهمت تما كملوا فيها لهذا العام باسكو العام اللي فات ديبي سيزون الناس اللي صوفوا جياسكا الحمد لله صوفوا البيبليك ما نقولوش حنا حنايا بالك حنا زياده فاهم نقول لك حنا ما بداوش معنا جياسكا العام اللي فات في ديبي سيزون واش معناتها زياده؟ زياده شغل درنا الواجب تاعنا كاي لاعب حللنا دراهمنا والمكتوب فرقنا هذا ما كان نكمل لك شباب القبائل الجمهور تاعها في ديبي سيزون مع عامنا تاع العام اللي فات ما كانوش يعمروا لي كرادا بصح من بعد هذيك حطوا هذوك الخلافات جانب ولاو يجوا للسطاد هذاك هو الدافع المعنوي اللي كان اللي خلى جياسكا تعاود تولي ورحنا اون فينال وتحسنوا النتائج تاعنا وكملوا بها هذا لا سيزون مدية الجزائر انا اون شوز يسير العام اللي فات مهدي في شباب القبائل كان كيجوز اكوتي ولا ماتش ما يجوش مليح دائما لي سيبورتور يكونوا دائما من جهته راك فاهم شغل هما اللي يرفعوا معنويات تاعو هادي اللي بالك ما صراتلوش في مدية الجزائر لو كان بالك صراتلو في مدية الجزائر وين الجمهور يوقف معاه للاخر ويوقف مع لو جروب اللي راهو تما اون جينيرال على بالنا كاين بالك كيما قال لك انشقاقات بالك في ونيفو جو ستاف تكنيك ما على بالناش انا برا راك فاهم سول اليوم الداخل هما اللي يعرفوا فريق شبيبة القبائل واش حكاية الفيستيار اللي صرات بينك وبينه ما كاين والو انا في شبيبة القبائل الحمد لله خليت بلاصتي نقيه دوك هو كانوا عندهم كيما قال لك هو عندهم مشروع تاعهم وكذا انا ما دخلتش فيه مشروع تاع ليجان ولا مشروع ما فهمتش انا واش المشروع هذا ان شاء الله مع الوقت نعرفوا هذا المشروع بون انا ما دخلتش فيه عرفت كابتي وقلعت خويا هذا ما كان والحادثه اللي صرات لك مع فيستير ما كانش منها هذه ماشي هذيك هي سبب ما كان حتى حادثه تم وجدت وهران ما صرا والو انا ما كنتش على بالي بلي مصروف عرفت انك تدخل فيستير لا جامي بالعكس انا جيت داخل وهو ما خلانيش ندخل حتى المو كانوا خلينا تما ما ندخلوش جديد طيب خلاص الماتش ما لناش قلنا له اسمح لي راه ما على مشكل مشكل ما على مسي ايوا حتى نوضح الصوره هما عندهم الضغط على البيبليك البيبليك قادي مونديم هذه من الجيه الناس تحبني كيما انا نحبهم قالوا شباب القبائل دوك هما هذاك الضغط ما عرفوش يتعاملوا معاه باسكو جددت في الفوتبول انا قاعد داخل بين بين لا ميطون خلاص بريمير ميطون ما لعبناش مليح واقيل كان زعفان دخلت دخلوا لي لي 11 اللي دخلوا لحقنا احنا اللي كنا في البو دخلت شبك فيا وطبعني وبدا يعيط صوغ وكذا ما فهمتوش كاع واش كان يهضر هذه هي الحديثه خلاص كمل قدام مع لي 11 قال لي اسمح لي ما رفت كابتك تما ورحت ولا جامي يا دخلت دوزيام ميطون لعبت ودخلت دوزيام ميطون ومن بعد تكيز دخلت تيزي وزو قال لك يا ودي هاي نلقاو حل كدا قلت لهم الحل اللي ساعدكم هذاك هو قالوا لي هذا هو الحل قلت لهم السلام عليكم المهم ما جاتش من عندي باسكو انا هاد ليكيب عاود وليت فيها عاود حيت اسمي فيها صح باش نكون خير تاع هاد ليكيب ولو كان كنت الاز لو كان كنت الاز دوكا راني نلعب في مولودية العاصمة وانا وليد مولودية الجزائر لعبت تاع سنين اونجان في مولودية ملي كنت بوس لو كان كنت الاز ولقيت لي موايا تاع العام اللي فات كنت كاباب نقعد في جياسكا وانا في مخي كنت حاب نقعد في جياسكا والمكتب راني نخدم وراني نتعلم منه دوك دوك الناس كاش تشوف انا نقول لك انا ديما المدرب يعني فرنسي وعنده تجربه بالعجيه انا ما عرفش دوما انا ما عرفش ماشي كي راك ماشي باسكو وليد بلادي ماشي باسكو اللي عنده باسكو لو كان تشوفو كيف يخدم ديجا هو سي في ديالو صح واش تجربه في افريقيا في اورو تكون لاعبين في هو يكون مدربين بعد يسمح لي نقاطعك هنايا يعني ما نقولوش من شان عاد عمرش ولكن ديما فريق شباب القبائل اللي عنده سنوات ما لعبش الادوار الاولى انت قلت فيك دي جوار جون قدر اليوم يعاود يبني علاش ما يلعبوا الادوار الاولى اسمح لي باسكو علاه باسكو لو دوزيام اوم عاود ولا يكذب عليك لو دوزيام اوم اللي هو يجيب لي البيبليك جيزي وزو حنايا العام اللي فات كنا لعبوا لا روليغاسيون شبيبه القبائل تعمر لها سطاد ما خسرنا حتى ماتش ا دوميسي
سات ماتش سات فيكتوار ورحنا فينال ان كوب دافريك. ولكن هذا تقلل اسكو تنحي لو ميريت لومبريدا. هذا رايو. انا نقول لك كتقول لي دوما انا نقول لك بوزيدي سات فيكتوار كونسيكولتي باغ اكزومبل يعني لو ميريت لومبريدا مانيش نقول حنايا منين داك راك شايف شغل نميلوا شويه للفرنسي. نو 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 با دي شوف كيفاش نسيم انا نميل مع الحق بصح ما بوزيدي ما نكرهش واش دار في شباب القبائل. اسمح لي انا عندو في زوج خدمت معاهم دوك انا نفهم كرنا خير في شباب القبائل. انا شكون بوزيدي؟ انا ما نكر لا بوزيدي لا دوما. انا دوما ما نعرفوش بصح يقدم فيه مستوى اون بروفيسيونيل. حنا نهضروا جيازيمان حنا محترفين نهضروا بهمنيش دوك سبيسياليست ما نحي دوك انا اون طونك جوار نهضر اون طونك سبيسياليست. دوما افي سي بروف على جياسكا فوالا هاو بنجي يعرفوا في جوج عند هذا ولا عند بوزيدي وعند عمروش وعند دوما. جياسكا الجدل تاع جياسكا سي 80% ولا ماشي 90% سي البيبليك دونك كاو دولا خلينا لاعبين كاع عندهم مستوى وكاع ولات فاميلي. انا خدمت عند هذا وخدمت عند هذا. انا عند هذا استافدت غير نهار الماتش. شكون هو؟ ديما هذا. وعند هذايا عند هذا الشيخ عادل استافدت كل يوم كل يوم استافدت حاجه. شوف لاسيون سط انا شوف لاسيون سط على المونتاج جيسكا واي شوف تاعنا وانت ميز. انا